كما حواس مدير الجهة الشؤونية بالقاهرة بسبب هذه الجائحة كورونا وخطورتها والعدوى المتسربة بين الناس، وقع هذا الحجر لمدة إلى غاية 12 ماي، وبتعليق بطبيعة الحال مع تعليق الصلوات الخمس والجمعة، وكذلك اندرج فيها صلاة العيد. ويمكن للإنسان ألا يترك هذه السنة المؤكدة فيؤديها في بيته مع زوجه وأبنائه وبناته وعائلته، الراهن على قدرة التونسي في التجاوب مع هذه البلاغات، لعل وعسى يكون سبب في رفع هذا البلاء. ثم ثم ملاحظات جدية أنه بسبب الحظر هذا وقع النقص منها في عدد الوفيات، إن شاء الله منها قلت تسرب العدوى. بلاغ وزارة الشؤونية يعني بغلق المساجد وتعليق الصلوات، وإن كان من المواظبة والمحافظة على شعيرة الأذان وبث القرآن الكريم قبل المغرب أو قبل صلاة العشاء أو بعض الأذية تضلعا إلى الله سبحانه وتعالى برفع هذا الوباء والبلاء. وتبقى معنا سنة العيد هي سنة مؤكدة على غالب في هذه السنة، معنا نظرا لهذه الجائحة. إن شاء الله ربي يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والتوان في الكل، وإن شاء الله في قادم الأيام يكون أفضل وأحسن وأجدر بينا أن نظرة إلى الله، أن رب سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرحمة والرضا. نحن بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية وكذلك رؤساء البلديات مشكورين معناه على تفهمهم وعلى تجاوبهم مع الإدارة الجهوية الشؤونية بالقيروان. طلبنا تدخلات عديدة من رؤساء البلديات مشكورين في نصلة وغيرها ومن المعتمديات، وساهموا في تعقيم المساجد، سيما كذلك وأن وزارة الشؤون أمدتنا وقعت توزيع سائل التعقيم والجفال والمواد التنظيف، وعند السادة الوعاظ أي جامعة يستحق التعقيم عنا ما نساهم كوزارة شؤونية في تعقيم هذه المساجد حفاظا على أرواح وصحة رواد الجوامع والمساجد بولاية القيروان.